اجي لك عبد الرحمن، انت ليك يعني قصه السنه دي بدات سنتر بلوك، الله اكبر وانت داخل عليا انا قلت ما شاء الله انت يعني سنتر بلوك، ولكن قلت لي ان المركز اتغير ولعبت اول موسم مركز، ايه القصه دي ونعرف برضو راي الكابتن فيها ايه؟ ما انا اول الموسم كنت بلعب ثلاثات لاني كان شريف متصاعد معانا وكان نور موجود، فكان المراكز دي عندنا كاملة. كانت تمام كامله وكنا نقدر نلعب، فانا كنت بادي في ثلاثات وكان مستواي كويس، واللي كان بيطلب مني كنت بعمله في على تم الوجه طبعا. وبعد كده بعد بطولة القاهرة جالنا عجز في الإصابات، يعني كان عندنا مركز اتنينات نور اتصاب، شريف كان ليه ماتشات تحت فما كانش بيتصعد، وانا كنت اقرب واحد ان انا اقلب اتنينات لان انا مستواي ومهاراتي كانت تأهل ان انا العب اتنينات مستريح. استقبالك كويس مثلا؟ لا هو اتنينات ما بيستقبلش، هو بلوك اهم حاجه في مركز اتنينات ده اللي هو بلوك، لانه هو بيطلع طبعا. بلوك الاقوى ضريب في الملعب التاني اللي هو ضرب اربعات، وانا اصلا كنت سنتر بلوك فعشان كده بلوك كويس. والضرب كنت كويس برضو، الارسالات كويسه وكان مستوى كويس وكنت بادي يعني في الملعب. الكابتن كان بيطلب مني كنت طب لما طلب منك تغير مكانك ما لقيتش فيه لعيبه بتقلق تقول لك يا كابتن اشمعنى انا؟ ما تسيبني في مركزي، انا عايز العب في مركزي وبتاع، انا كده زي الفل ومتعشم. انا كنت واثق ان انا لو رجعت تاني من مركز اتنينات ده كنت هلاقي مركزي فاضي في ثلاثات، وغير كده انا كنت ضامن ان انا روحت اتنينات هلعب وهادي برضه يعني. يعني انا مستوى كويس، ضامن ان انا العب في اتنينات مستريح. الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله. يعني برافو عليك. طب فاكر احلى ماتش بقى؟ تعالى لي بقى عشان انت كده ايه، انت كده بقى ماده حلوه يعني. طب احلى ماتش عملته في الثلاثات اول الموسم ايه؟ في الثلاثات ماتش الشمس، في ماتش القاهره بس بغششك، بطوله القاهره بس لا انت الفتره اللي لعبتها ثلاثات، القاهره بقى جمهوريه ما اعرفش، ثلاثات ماتشين ماتشين ايه بقى؟ كان ماتش نهائي القاهره بين احنا ووادي دجله، الماتش ده كنت كويس فيه جدا، كنت جايب فيه 17 نقطه. الله اكبر. اغلبهم بلوكات ولا كان لا بلوكات وضرب وارسالات يعني. وكان في ماتش الزمالك كان عندنا، ده كان اول ماتش نواجه فيه الزمالك، كسبنا 3-0 تقريبا يا كابتن. لا 3-1 كان في ارضنا فما كانش ينفع نخسر يعني، واحنا كسبنا 3-1 بس كان عندنا امل ان احنا نكسب 3-0، ان ده اول ماتش في الموسم ونديهم ثقه ان احنا نقدر نكسبكم ونعوض السنه اللي فاتت يعني. طيب ده احلى ماتشات في الثلاثات، تعالى لي بقى في الاتنينات كان في ماتشات كويسه يعني. كان ماتش الشمس ده كان عندنا، الماتش ده اصعب ماتش لعبناه، اللي هو كان في الدوري ولا في الكاس؟ لا ده كان في الدوري بس الماتش ده كنا على ارضنا واحنا الاهلي طبيعي ما كانش ينفع يخسر على ارضه يعني. فالماتش ده احنا كسبنا اول شوط تمام، وان الفرقه جايه مسلمه خلاص، كسبنا اول شوط مستريح قوي، كان عاملين فرق سكور. جينا بعد كده هم كسبونا الشوط الثاني وكسبونا الشوط الثالث، وده على ارضنا وفي جمهور والجهاز كله كان قاعد وفي ناس مهمه قوي في النادي كان قاعد. والشوط الثالث اللي هو الرابع قصدي بدا، كان فرق 9 نقط ليهم. يا نهار ابيض، ده تحدي صعب قوي. لا ما احنا بقى كسبنا الماتش ده، كسبناه الحمد لله وقدرنا نرجع وشجعنا 14-7 في الشوط الاول. يا نهار ابيض. وميزه فرقتنا ان احنا بنقدر نرجع يعني، في ماتشات كتير نقدر نرجع فيها يعني، مثلا كنا بنبقى فارقين عننا بالخمس ست نقط ونقدر نرجع ونكسب الشوط. احنا طول الماتش ده، طول الموسم قصدي، احنا ما خسرناش ولا شوط من فرق ضعيفه يعني. كل الفرق اللي كسبتنا كنا بنطلع معاهم مثلا 24 قول، كنا بنجيب معاهم مثلا 26-25. احنا ممكن نكون خسرنا طول الموسم ده بطوله الجمهوريه، خسرنا مثلا 5 اشواط بس طول الموسم. بس انا عاجبني الله اكبر بتوصف انت كويس يعني، ما شاء الله كابتن. لا ما انا فاكر كويس يعني انت لا واصف ومركز والله اكبر عليك، ما انتش قلقان من الكاميرا، بتوصف الماتش واللي حصل. لا الله اكبر عليك يعني كابتن هيثم. بعد اذنك انا لازم ادي لعبد الرحمن حقه. عبد الرحمن لعيب اساسي في مركز ثلاثه، وزي ما قال حضرتك كده جات لنا اصابه لنور اللعيب اللي بيلعب مع شريف في مركز اثنين، ويوسف نزل فرقته، ويوسف غالبا بيبقى في ماتشات مهمه لفرقته وممكن يبقى في ماتش انا عندي الحد والماتش الفرقه الثانيه عندها الاثنين، فاولويه لسنه ما ينفعش يلعب يومين ورا بعض مثلا ماتشين. فانا جيت على عبد الرحمن، عبد الرحمن انت اقرب واحد هتلعب اثنين. حتى هو جه بعد كده يا كابتن انت كده يعني، لان لما شريف يبقى موجود، شريف بسم الله ما شاء الله عليه اكبر، عالي جدا في مركز اثنين بسم الله ما شاء الله عليه. لكن عبد الرحمن كان راجل ويعني زي ما اقول يعني ضحى عشان خاطر فرقته يعني. بقول لحضرتك عبد الرحمن لو هيلعب ثلاثه يلعب اساسي في ثلاثه،
ما شاء الله الله اكبر. فلما حته ان احنا قلبنا اتنين ممكن يلعب وممكن ما يلعبش بس رحب دي وباقتناع. بس انا قلت له برضه يا عبد الرحمن انت يعني ان شاء الله تدعي لي بعد كده، انت بدل ما كنت لعيب في مركز واحد انت دلوقتي لعيب بسم الله ما شاء الله بتلعب في مركزين، ودي ميزه بيقدرها المدربين بعد كده ما شاء الله. عشان كده برضه خلي حازم واحمد يقعدوا مع بعض في الاوضه الثانيه. ايوه عشان يقدر يسيطر عليهم. كانت 9 قعدوا في اوضه واحده الثلاثات، وهو بقى طبعا خلع بقى اتنايه فقال لك لا انا مش هقعد مع الثلاثات. لا حبيبنا بالظبط كلها ثلاثات. طب خليني اجي لك يا محمد، يمكن الموسم كان صعب وجهه نظرك ولا ايه؟ يعني خاصه انت واحد من كبار الفرقه يعني. لا لا ليه كان صعب؟ هو كان صعب في ان احنا كنا عامه يعني الفكره اللي هي المشاكل جوه الفرقه، كان في حاجات كده بسيطه بس احنا كلنا يعني الحمد لله عديناها كلها. بعدين كان في فتره توقف اللي هي بتاعت الامتحانات، قعدنا فتره كبيره، وبعدين سيزون اتاخروا على ما بداوا. احنا فوت في العادي بنخلص الامتحانات وتبتدي على طول، بنبدا طول مثلا اسبوع اسبوعين بنبدا على طول. شهر 7 انا افتكر كان 7 اتاخر قوي. السيزون طول قوي مننا، احنا البدني بتاعنا فوت عاملينه مثلا على شهر 5 6، احنا 5 4 5 احنا مخلصين في اخر 6. قعدت فتره طويله، قعدنا فتره كبيره، قعدنا فتره كبيره كبيره، هي دي ممكن تكون صعبة السيزون. بس طب انت من وجهه نظرك ايه التحديات اللي انتوا قابلتوها السنه دي واللي كانت في وسط الموسم؟ وكان يعني خلي بالك ما هو المكسب مش مفروض، مش مفروش بالورود زي ما بيقولوا يعني. مش بتروح تاخد الكاس وتمشي، يبقى في صعوبات بتقابل الفرقه زي اصابات، زي مثلا ضغط الماتشات، زي الامتحانات. ايه الصعوبات اللي كانت بتقابل الفرقه؟ لا واحنا الحمد لله السيزون ده كله كان ماشي حلو يعني، مفيش حاجه حصلت. هو كان ماتش يعني، هي الماتشات هي نظام بنبقى احنا داخلين عندنا ثقه بس زياده في نفسنا، فنخسر في الاول بس نكسب في الاخر. يعني مثلا الماتش بتاع سبورتنج اللي كان في سبورتنج كنا برضو كان الماتش قريب كمان، الماتش كان قريب فبس كده كسبنا. هي تبقى الماتشات اللي هي دي بس. نعم. طب انت لما جه كابتن حمدي الصافي ومعاه كابتن عايدي وطبعا تم الاستعانه بكابتن خالد ابراهيم، حسيته بتغيير شويه؟ ايه التغيير اللي حصل؟ ايه اللي شايفينه السنه دي حصل كفرقه او كقطاع ناشئين؟ من كل شيخ وليه طريقه. فالنهارده اكيد في حاجه جديده حسيتوا بيها في قطاع الناشئين، ايه اللي حسيتوا بيه السنه دي؟ اكتر حاجه حسينا بيها اهتمام كابتن حمدي وكابتن وائل بينا، ان هم دايما طول الوقت معانا في كل الماتشات، طول الوقت موجودين. كابتن وائل كان بيحضر معانا كل التمارين معظمها، طول الوقت موجود. كابتن حمدي بالتفاصيل كانت كتير. كابتن حمدي دايما كان موجود، كابتن وائل دايما كان موجود بيسمع لو في حد فينا محتاج حاجه، حد عايز حاجه، اي حاجه، كان دايما معانا طول الوقت. فكان وقت ما يبقى في مشكله عندك حد تروح له عادي، هي في حد موجود وهيسمع لك كويس. طب انت فاكر احلى ماتش لعبته ايه؟ لا انا الحمد لله العب كله حلو، كله حلو ان شاء الله. ثقه على طول تعجبني كده. طب احسن الاحسن، احسن الاحسن كان نهائي الزمالك ما شاء الله، وسيمي فاينل الزمالك، ونهائي الزمالك برضو. لا ما لعبناش الزمالك في النهائي ولا مره. كان ماتش الشمس اللي كان في الشمس. لا ماتشات كتير صراحه. فبس عاجبني فيك ان انت الحمد لله يعني دايما عندك ثقه بنفسك. طيب اصعب ماتش على الاطلاق الموسم ده على الاطلاق كفرقه بقى مش كلاعب؟ كفرقه كان ماتش بتروجيت الاخير الصراحه. كل اجمع على كده على فكره، لان احنا معايا كان عندنا لعبنا الماتش سيمي فاينل. عامه لما الفرق بتلعب ماتش جامد في السيمي فاينل او تكسب فرقه كبيره سيمي فاينل، لما تيجي الماتش الاخير مثلا تلاقي فرقه عاديه ممكن مستوى يقل. احنا كنا تعبانين، احنا جينا ماتش الزمالك طلعنا كل حاجه عندنا. الفصل كان قد ايه، يوم ولا اتنين؟ كان يوم وبعد كده ننزل تاني يوم. بس غير كده انا كابتن هيثم، ماتشات الكاس بتختلف عن ماتشات الدوري. ماتشات الكاس ماتش واحد يخرجك بره البطوله يعني. الدوري احنا ممكن نعوض في اي وقت، انما الكاس اوفر. طيب خلينا نتكلم برضو